وانتهى الامر. تفضل. وسؤالي في مجال الحديث اللي ذكره الاخ الشيخ محمد بالنسبه للقصص والاحاديث التي ترد على اهل الباطل. على سبيل المثال يعني القصه التي سمعتها والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد الكشك والتي ارى يعني فيها تناقض من التناقض الكبير يعني من حيث لا استطيع انه اصدق انها نسبت او ذكرت حتى في التاريخ. يعني القصة يقولها كما ذكر هو أن بعض الناس كان يشرب من قربة فيها خمر، فمر عنه عمر بن الخطاب أول مرة، وعندما رآه هدده بأنه سوف يسجن إن رآه يشرب الخمر مرة ثانية، فمر عنه مرة ثانية ورآه يشرب مر عنه وهو عن مسافة، فرآه الرجل، رأى عمر بن الخطاب، فدعا الله أن يحول الخمر إلى خل. ما شاء الله. نعم. فعندما سأله عمر بن الخطاب ما الذي في القربة، قال إن الذي خل. فشمه عمر بن الخطاب فكان خلا. فهذا في رأيي يعني في نوع من التناقض والمخالفة للفقه. يعني قصدي انسان على معصيه ويدعو الله ان ينجيه من المعصيه وهو يفعلها، فيعني في يعني وايضا يذكر عن عبد الحميد كشك ايضا انه يروي او يقص بعض الاحاديث الضعيفه والتي سندها يعني غير صحيح. وانا يعني سؤالي بالنسبه للمجال هذا، لانه اعلم انه عبد الحميد كشك له تاثير كبير على الشباب اليوم ويذكر أحاديث قصص ضعيفة، يعني فبنا تعليقا على القصة. الحقيقة أن هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوعة ولا في التي لا أصل لها. وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر أبدا أن أسلوبه في تأثيره على عامة الناس أسلوب عجيب، لكن لا أعني أن هذا الأسلوب هو أسلوب مشروع، لأنه يستعمل العاطفة وإثارة عواطف الحاضرين بمثل الأمر بصلاة الرسول، زيدوه صلاة وأسمعوني إلى آخره، لكن في النهاية أسلوبه مؤثر. لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم، وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النبوي فهو حواش مع كوني قصاص، فهو يجمع ما هب ودب من أحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها. وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف.